ونروح لأفلام الموسم اللي جاي، والفنان أحمد حاتم بيتحدى المعلم حسن شحاتة بفرقته الجديدة في نادي المطاريد، وده خلال أحداث الفيلم الكوميدي اللي نزله الإعلان التشويقي بتاعه من كام يوم، وهيتعرض يوم 25 يناير، وهو من تأليف صلاح الجهيني وعزة أمين وإخراج ياسر سامي. بتدور أحداث المطاريد في إطار كوميدي حوالين صلاح اللي بيرجع من أمريكا بعد وفاة باباه علشان يبيع أملاكه في الأرياف بما فيها نادي كرة القدم، وبيشارك في بطولة الفيلم إياد نصار وطارق عماد ومحمد محمود ومحمود حافظ ومحمود الليسي وطه الدسوقي. حسن شحاتة عمره ما كان يعرف يجمع فرقة زي اللي قدامي دي. ما جاتش. لا حول ولا قوة إلا بالله. اسحبوهم. أنا حابب المواعيد مظبوطة.